يلا مشاهدينا الكرام، أمسية سعيدة، مرحبا بكم في حصتكم المحبوبة واش نطيبوا اليوم. ليكيب كما جرت العادة ورقة وسيالة باش تدونوا معنا الوصفات تاع اليوم. يلا ليكيب لا تعمل كارني، نجيبوا كارني واحدة أخرى. مشاهدينا الكرام، اليوم جبت لكم زوج وصفات اقتصادية وخفاف في متناول الجميع. عطونا غير شوية وقت من وقتكم العزيز باش تدوا معايا الوصفات. شوفوا ليكيب، أنا جبت لكم كوردون بلو بالسلق، طريقة جديدة نيفيتيو هذاك الفرماج والصوالح هذوك، جبت لكم بوكو بلوس صحيه. اللي جانا هنا واش عندي؟ عندي هنا ندخل مباشره في لاروسيت، عندي هنا حوالي زوج شرائح تاع اسمه تاع الديك الرومي، تقدروا ديروه ليكي بالدان، تقدروا ديروه تانيك بالجاج، ما مصدر تاع الجاج دوك راهو يجيك بالله يبارك. سماك تقطعها دي ترونش وتخليها على زوجي ما شاء الله. عندي هنايا شرائح تاع سكالوب بالنسبة لي زيبيس، عندي شوية فلفل كحل، عندي شوية كركم، وعندي شوية سكنجبير، وعندي شوية فلفل كحل، وهذه الزعترة هذه راح تكون هنا مع البطاطا اللي احترافقنا الطبق تاعنا بعد ما نسوطيوها كيف كيف. هكذا اللي جان واش عندي؟ عندي زوج شرائح تاع صدر الدجاج ولا صدر تاع الديك الرومي، عندي فلفل أسود، عندي سكنجبير، وعندي فلفل كحل، عفوا سكنجبير وكركم وراس الحانوت، وعندي مغرفه تاع الزبده، وعندي زوج ربطات تاع السرق كنت غليتهم في شويه ماء وصفيتهم باش نربح الوقت، كنت طيبتهم ديجا. عندي شويه تاع لا كريم فريش، عندي حبه تاع البصل كنت طحنتها في الروبو، عندي شامبينيون كنت نحيته ديريكتومون من الماء تاعو وغليته شويه باش نحينا له هذيك الملوحيه. شوفوا خلينا جبنا الشامبينيو هذاك حبه كومبليه هكا خير. عندي ثلاث حبات تاع البيض، عندي حوالي زوج صناع ثلاثه تاع الثوم، عندي مغرفه تاع الجبن ابيض، وعندي بالنسبه للبطاطا هذه ليكيبا، هذه البطاطا راح تلقاوها رخيصه في نفس الوقت راح تكون بزاف بنينه. عندي البطاطا كنت غليتها في شويه ماء وشويه ملح، تقدروا تغليوها كما تقدروا تفوروها ليكيب، هذه تغلوها في الماء والملح ولا تفوروها. دوك نسوطيوها بشويه لي زيبيس وتكون كوم اكومبانيومون مع الكوردون بلو اللي حيكون فارسي بالسلق مع كريمه الجبن و اسمه الشامبينيون. ليكيب هذا البلا روعه، هذا لازم كامل كامل تقعدوا معنا. الحاجه الاولى واش راح نديروا؟ راح نجيبوا دو ريسيبيون، هذا الاول بسم الله راح نديروا فيه السلق نتاعنا، نحرجوا هدايا، نديروا نحرجوا هذاك السلق. هنا عندي حوالي قلت لكم زوج ربطات تاع السلق، عندي مغرفه تاع جبن ابيض ما كثرتش بزاف لي فروماج، عندي مغرفه واحده برك، عندي حوالي مغرفه صغيره تاع الملح فوالا. عندي ليكيب هنا بالنسبه لي زيبيس واش راح ندير؟ عندي شويه فلفل اسود هكذا، عندي شويه تاع كركم، هذا سكنجبير وهذا كركم فوالا، نفس الكميه اللي حنديروها كيف كيف. وعندي ثاني كميه قليله تاع راس الحانوت. هذه هي الطريقه الاولى اللي حنبداو بها. دوك هذا حنخلطوه، هنا راح نديروا له غير حوالي زوج سنات ثلاثه تاع الثوم معاها، انا ما نديروش البصل اللي جا هنا عفوا. راح نجيبوا سكرفاج نسكرفجو حوالي ثلاث سنات تاع الثوم في الرقيق. ليكيب واش درنا؟ جبنا السلق كنا طيبناه في شويه ماء وشويه ملح، بعد ما طاب نحينا له صفيناه من الماء، درنا عليه فلفل كحل وكركم وسكنجبير وراس الحانوت والملح، وحنديروا عليه حوالي ثلاث سنات تاع الثوم. هذه هي واش درنا حد الان. اللي جانا هذو كامل تماركيو لاروسات هذه. نزيد نقول لكم برك بلي رانا مقبلين على شهر رمضان المبارك، عاملين ذاك التلف لكم، تلقاو عندكم لي روسات تاع الشيف سليمان بطريقه سهله، في نفس الوقت المكونات راح يكونوا في متناول الجميع. بعد ما نحرجوا مليح هذاك السلق نتاعنا، ندخلوا دوك لي فروماج تاعنا يدوبنا مليح مع السلق ولي زيبيس. هنا نقدروا نزيدوا عصره قارصه، هنا نقدروا نزيدوا عصره قارص. دوك هذا راح نحطوه من على الجانب. واش راح نديروا دوك لي جان هنا؟ هاد لي طرونش تاع الفولي ولا تاع الدان راح نديروا لهم، راح نديروا لهم ورق شفاف. علاش راح نديروا لهم ورق شفاف؟ هكذا ليكيب. وكاين المارطو تاع لاكويزين، ماشي المارطو تاع الماسو، المارطو تاع لاكويزين. حنايا معليش راح نستعملوا، راح نستعملوا غير هاد المطرقه، غير هاد المغرفه تاع الحطب، حتى وين نمشيو برك شويه باش يرقق لنا مليح، في نفس الوقت باش تكون عنده لافورم كامل كيف كيف. قلت لكم هي كاينه المطرقه، انا بالعاني ما حبيتش نستعمل المطرقه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المطرقه باش ما يعجزوش. نمشيو مليح هكا البابي فيلم، نمشيوه كامل على لا طخونش تاعنا تاع الديك الرومي ولا تاع الدجاج بالشكل هذا. يلا بعد ما نمشيوها مليح كامل واش راح نديرو؟ راح نحو
الورق الشفاف نحطوه هكذا باش نزيدو نخدمو. دوزيام راح نجيبو لافاخس نتاعنا ليكيب، راح نقول لكم برك باللي راح تجي بنينه بنينه بزاف. راح نديرو لافارس تاعنا في الوسط، نزيدو شويه باسكو نيش كميه قليله. دوك هنا ركزوا معايا مليحه، ركزوا معايا مليحه. انا ليكيب بالنسبه للناس اللي يموتوا على الفرامج نقدروا نديروا غريا، نقدروا نديروا واش حبيتوا، كما نقدروا نديروا كاشباتي ولا الفيمي ولا لم يتباعوا عادي. انا حبيت نبدل لكم الطريقه، جبته لكم بالسلق. بالسلق راح يجي روعه. شوفوا نغلقوا الاولى هكذا اللي جا، نركزوا معايا مليحه. كيما نزيدو نغلقو الثانية هكذا، هاي الطريقة سهلة. ونجيبو هذه من اليمين إلى اليسار، ونجيبو تاع اليسرى لا دروات هكذا. دوك واش راح نديرو؟ نزيرو برك شوية ونخلوه ليكيب. إذا خفتو هي الطريقة تاعو شنو، نقدرو نديرو هكذا، نجيبو آسيات. نعطيكم طريقة مليحة، نعطيكم طريقة مليحة. نقدرو بعد قبل من نرمدوه في الفارينه وفي البيض وفي لاشابلور، نقدروا هذا كيما راهو هكذا نديروه هكذا ونديروه في الثلاجه يحكم روحه. كي ندخلوه للثلاجه مده 15 دقيقه ولا بعد ما يحكم روحه، نقدروا نلعبوا به كيما نحبوا كي نكونوا نرمدوا فيه. هذه هي الطريقه الصحيحه تاعو. حنا دوك باش نربحوا الوقت، انا قلنا لكم واش لازم. هذه هي الحبه الاولى، حتكون هكذا نفس الطريقه اللي كيف احنا نخدموا بها الحبه الثانيه. عفوا، حنجيبوا الطرونشه هذيك تاع سكالوب ولا تاع سكالوب تاع الدند ولا تاع الدجاجه، كل واحد واش يحب ياكل. قلت لكم راح نديروا عليها بابوي فين، راح نجيبوا مطرقه تاع قلت لكم تاع لاكويزين. احنا نستعملوا هاد المغرفه تاع الحطب، نمشوا مليح هكذا بالشكل هذا، يلا حتى وين تستوي لنا كامله، حتى وين تستوى مليح. فوالا، دوك واش راح نديروا؟ ننزعوا هذاك الورق الشفاف، هذا سي بون خلاص خدمته هو، ننزعوا هذاك الورق الشفاف. وراح نكملوا نفس الطريقه اللي خدمنا بها الحبه الاولى، هذيك لافاخس تاعنا تاع السرق ولي زيبيس اللي فيها فلفل الكحل وكركم وسكنجبير وراس الحانوت، وفيها تانيك سنينه تاع الثوم والجبن الابيض. هذا واش فيها لافاخس نتاعنا. راح بنفس الطريقه نغلقوا هذه منا، عفوا، وهذه نغلقوها على الكوتي تاعها الثاني، واللي على اليمين نجيبوها لليسار ليجان، واللي راهي على اليسار نجيبوها لليمين ليجان. اذا شفتوها باللي ديرونجاتكم شويه تقدروا تستعملوا الكيردون، كيما تقدروا تستعملوا كيما قلت لكم تقدروا تدخلوها للثلاجه. انت براسي وبرك الحاله هنايا باش نقدروا نوري لكم مليح. دوك واش راح نديروا؟ راح نوجدوا قبل ما نبداو نرمدوا فيهم، راح نوجدوا لاصوص ولا لاكخيم اللي راح ترافق لنا لي كوردون بلو تاعنا. لاكخيم اللي حنزق ترافق لنا لي كوردون بلو شنو هي؟ راح نجيبوا مقله، عفوا، راح نجيبوا مقله. ركزوا معايا هنا مليح من فضلكم، ركزوا مليح معنا هنا. راح نجيبوا مقله نديروا فيها مغرفه تاع الزبده، يلا، وراح نديروا فيها حوالي مغرفه صغيره تاع الزيت. ليجان واش عندنا؟ عندنا مغرفة تاع الزبدة. طفينا الفرن هادو نشعلوه، يلا بسم الله. عندنا مغرفة تاع الزبدة، واش بك حقرتني؟ عندنا مغرفة تاع الزبدة، علاش نتاس؟ يلا، عندنا مغرفة تاع الزبدة وعندنا مغرفة تاع الزيت هكذا. دوك نخلو هاديك الزبدة والزيت حتى وين تذوب لنا. بعدها واش راح نديرو؟ بعدها مباشرة راح نديرو الحبة تاع البصل مع سنينة تاع الثوم مع لي زيبيس اللي درناهم في لافاخس. كي تذوب لنا هذيك الزبدة مع البصل اللي يتكراميليز مليح ويبدا يدبر، نرمو عليه لي شامبينيون. بعد ما يتقلاو لنا هذوك لي شامبينيون، راح نزيدو عليه مباشرة حوالي 100 غرام تاع كريمة السائلة اللي تكون عندكم متوفرة في المنزل، أي نوع كان عندكم مليح. الحاجة الأولى قلت لكم درنا مغرفة تاع الزبدة مع الزيت، راح نديروا مباشرة هذيك الحبة تاع البصل كنا طحناها ديجا من قبل، فوالا. راح نزيدوا عليها حوالي 3 سنات تاع الثوم. يلا اللي كيف حبيت نقول لكم برك بلي لاكخيم هذه تاع الشامبينيون بلاكخيم فخاش راح تجيكم روعة. هاد لاكخيم راح تجي بزاف بنينة. فوالا، هذه السنة الأولى، هذه اثنين، هذه ثلاثة، حندير أربعة سنات، أربعة، وهذه خمسة.
يلا مازال ما درنا حتى حاجه صعيبه، درنا مغرفه تاع الزيت مع مغرفه تاع الزبده مع حبه تاع البصل مع حوالي 4 حسنات ولا 5 تاع الثوم. ليكيب راح نزيدو مباشره مغرفه تاع الملح هكذا. بالنسبه لي زيبيس، واش عندنا لي زيبيس؟ عندنا شويه كركم، عندنا شويه تاع فلفل اسود، وشويه راس الحانوت، وشويه سكنجبير. فوالا هذا واش عندنا. هذا بالنسبه للفلفل الكحل راح نخلوه باش نسوطيو به البطاطا نتاعنا. دوكا راح نخليو هذيك الصلصه نتاعنا حتى وين يدبل لنا مليح هذاك البصل مع هذوك لي زيبيس، باش نزيدو عليه لا كريم فريش. قبل ما نزيدو لا كريم فريش راح نديرو عليه لي شامبينيون تاعنا. يلا هاي الطريقه اللي راح نديرو بها. فوالا ليكيب، بالنسبه ل عفوا نجبدو هادو ما هكذا باش نقدروا نخدمو مليح. ليكيب هنا بالنسبه لي كوردون بلو تاعنا راح نرمدوها الحاجه الاولى في الفرينه، والحاجه الثالثه اللي هي لا شابلور، والحاجه راح تكون في الوسط اللي هي البيض. راح نجيبو ريسيبيون، نجيب برك حاجه صغيره نفقس فيها البيض بالوحده. راح ندير حوالي 2 حبات تاع البيض ونشوفها. واحده 2، راح نديرو حوالي 2 حبات تاع البيض. هذاك البيض كي نديروه ونخلطوه نديرو عليه قريصه تاع الملحه، نديرو فيه قريصه صغيره تاع الملح. يلا ليكيب، بالنسبه للناس اللي لحقوا بينا دوكا واش درنا؟ جبنا حوالي 2 جربطات تاع السلق، غليناهم في شويه ماء وشويه ملح وصفيناهم، درنا عليهم شويه فلفل الكحل، شويه كركم، شويه سكنجبير، شويه راس الحانوت والملح ومغرفه تاع جبن ابيض. فرصينا بهم لي طرونش تاع السكاروب نتاعنا. بعد ما غلقنا على لي طرونش هذوك تاع السكاروب نتاعنا حطيناهم على الجانب. جبنا شويه تاع الفرينه. ليكيب هنا ما تقلقوش، هنا لازم البصل يذوب مليح باش ما يبقاش يبان لكم بعد في لاكريم تاع الشامبينيون تاعكم، باش كي تحطوها ما يضحكوش عليكم. ليكيب هنا خلو البصل حتى وين يذوب مليح، باسكو علاش؟ هنا مش راح يطول الطياب بزاف بعد ما نديروا له لاكريم، تسمى غير نديروا له لاكريم شويه يدير هذيك برك هكذا تلبى لنا شويه نطفيوا له. شوفوا هنا ركزوا معايا هنا مليحه لجان، هنا عفوا راح نرفدوا الاولى نديروها في الفرينه. فوالا راح نخليها في الفرينه ونروح ندير المقله نتاعي اللي حطيت فيها باش ندير فيها شويه الزيت. ها ندير المقله اللي راح نطيب فيها لي كوردون بلو نتاعي، ندير فيها الزيت نخليها تسخن باش نربح شويه وقت. راح ندير كميه تاع الزيت اللي نطيب فيها لي كوردون بلو تاعي. يلا بالشكل هذا. دوك بعد ما نحيها من الفرينه فوالا نديها للبيض في لي دو كوتي. بعد ما نديرها في البيض نروح لا شابلور، يسمى المرحله الاخيره راح تكون في لا شابلور. لي جانا المرحله الاخيره راح تكون في لا شابلور. فوالا دوك نخلو برك شويه الزيت تسخن ونبداو نقليو فيهم. يلا شوفوا لي جان، الحاجه الاولى حنرمدوها في فرينه الصحه، نرمدوها مام في لي كوتي ما تخافوا والو. ومن بعد من الفرينه ندوها للبيض. فوالا دوكا راح نخلوها هنا حتى وين نرفدوها غادي نقليوها. ندي براسي لكم الحاله باش تقدروا تشوفوا مليح. ليكيب دوك واش راح نديرو؟ شوفوا برك الزيت هاي بدا تسخن، نرفدوا الكوردون بلو تاعي عادي كيما يكون، ونجيبو مباشره هكذا من لا شابلور، نحيلو غير شويه باش ما يكونش غير لا شابلور، ونجيبو سبيسيال للمقله نتاعي ما نخاف والو هكذا، ونخليه كي ياخذ لي على الكوتي الاول نقلبو على الكوتي الثاني. هذه هي الطريقه، كي ياخذ لي على الكوتي الاول باش نقلبو على الكوتي الثاني. لجان
انا الحبه بالعاني درتها كبيره. علاش درتها كبيره بالعاني؟ باش كي نقطع هذه تخونس ونزيد عليها لا كريم تكون فيها ان بون بريزونطاسيون. وانتوما لا حبيتوا ديروا الحبه صغيره لكم الاختيار. اذا كانت الحبه صغيره تقدروا تلعبوا بها كيما تحبوا كي تكونوا ترمدوا فيها. اذا كانت الحبه شويه كبيره كيما درتها انا بالك تغبنكم شويه مي ماشي حاجه. اذا شفتوني برك كيفاش راني ندير ماشي حاجه اللي راح تكون كبيره. بون يلا نعاود نقول لكم برك واش درت. عفوا دوك واش راح نديرو؟ نمسحو برك لا طابل. ليكيب جبنا دو ترونش تاع صدر الدجاج ولا صدر تاع الديك الرومي درناه دي ترونش كيما شفتونا. جبنا حوالي زوج ربطات تاع السلق. هذوك زوج ربطات تاع السلق كنت غليتهم في شويه ماء وشويه قطر شويه ملح. بعد ما طابوا لي صفيتهم حطيتهم على الجانب درت لهم حطيتهم في ريسيبيون. واش زدت عليه؟ زدت عليه شويه فلفل الكحل شويه كركم شويه سكنجبير هكذا وزدت عليه شويه ملح وجبن ابيض وسنينه ثوم. فرصيت بهم لي ترونش تاعي فوالا فرصيت بهم لي ترونش تاعي رمتهم في الفارينه وفي البيض وفي لاشابلر. ليكيب هنا رانا نشوفوا باللي البصل راهو ديجا داب هكذا راهو ديجا داب خطا كاراميليزا. حنا واش نديرو؟ نزيدو عليه مباشره هذوك لي شامبينيون. هادوك لي شامبينيون نزيدوهم مباشرة نخليوهم يتقلاو مليح. لي شامبينيون هادوك ما تقلقولهمش نخليوهم يتقلاو مليح. بعد ما يتقلاو لنا مليح هادو لي شامبينيون فوالا نزيدو عليهم الكريمة الطازجة. هادي هي طريقة سهلة. نجيبو برك اسيات اللي نحو فيها عفوا نجيبو برك اسيات قلت لكم اللي نحو فيها كوردون بلون تاعنا رقم 2 عادي نديرو لها لاشابلور هكذا بالطريقه هذه. اذا كانت الحبه كبيره فلا بريزونطاسيون راح تجيكم روعه ليجانا. فلا بريزونطاسيون راح تجيكم بزاف شابه. بعد ما رمدناها نحولها شويه باش ما تجيش غير لاشابلور راح نحطوها منا قدامكم. هي الطريقه راح تكون سهله في نفس الوقت عطينا لكم برك لاستيس تاع السرقة. هذا بالنسبة للسرقة حتجي بزاف بنينة. نغيرو شوية مام هاد السكالوب كيكون فارسي بالسلق راح يجي بنين 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 بزاف. نقصو برك شوية الفورنو ونشوفوها برك اسكو بدات تاخد من تحت كيما يقولو. فوالا درك نقلبوها نقلبوها سي لو مومون باش نقلبوها سي لو مومون باش نقلبوها. بسم الله نشوفوا برك حاجه اللي نقدروا نقلبوها بلا ما نخسروها. فوالا شوفوا برك حاجه قلت لكم اللي نقدروا نقلبوها بلا ما نخسروها. ليجان دوكا واش حبيت نقول لكم بالنسبه للبطاطا نتاعي؟ هذه البطاطا راح ندير لها شويه فلفل الكحل راح ندير لها شويه ملح وراح ندير لها شويه زعتره يابسه وراح نقطع لها شويه معدنوس. هذه راح نقطع لها المعدنوس والزعتره وفلفل الكحل والملح ونسوطيها في الزبده نحطها كوم اكومبانيمون مع البلان تاعي. البلان تاعي اللي راح يوجد لي بعد ما ندير لا كريم فريش هنا وهذوك الشامبينيون يتسوطا لي مليح وهذوك لي كوردون بلو تاعي لي فارسي بالسلق راح يطيبوا لي الله الله في النار هادئه باش كي نقطعهم من الداخل ما يبهدلونيش باش ماشي تكون لا كوفرتير طايبه والداخل يكون خضر. فوالا يلا مشاهدينا الكرام مش بقالي نقول لكم انا ما راح ندير والو بلا بيكم راح نزيد غير هذه الكريمه وبعدها كي ندخلوا من الفاصل راح نسوطيو قدامكم البطاطا نتاعنا. فاصل قصير ونرجعوا لكم باش نكملوا باقي الوصفات. يلا مشاهدينا الكرام رانا رجعنا لكم. ليكي بالنسبه للكوردون بلو اللي خدمناه كيف كيف فارسي بالسكالوب جاو روعه. شوفوا برك لا كريم اون شامبينيون اللي ثاني خدمناها بلا كريم فريش فريمون جات شهي. ما قلت لكم ما تخليوهاش حتى تعقد لكم بزاف. شوفوا برك حكمت روحها ما شاء الله بها من البطاطا هذيك زادت النص اون كوما غارنيتور عصره قارص وبصحتك وطابق خفيف. بالنسبه ثاني تحليه البسكويت جات خفيفه وبنينه. تحيه كبيره لكم كامل الطاقم التقني اللي خدمكم اليوم. نقول لكم استنونا دائما في اعداد جديده بوصفات جديده. سلام ليكيب.